السلام عليكم واهلا بكم مشاهدي الكرام الى حلقه جديده من بين قوسين في ظروف الحرب تظل المراه اليمنيه الحلقه الاضعف في دائره الصراع فهي الثكلى والارمله وام الجريح وزوجته وهي العائل في ظل غياب الرجل وفوق ذلك كله تكون عرضه لجميع الانتهاكات والاعتداءات وطوال ثلاث سنوات من عمر الحرب التي نتجت عن انقلاب الحوثي وصالح، تعرضت النساء لمختلف انواع العنف، بدءا بمنعهن من النشاط السياسي والقمع والملاحقه، مرورا بالتحرش اللفظي والجنسي والاعتداء الجسدي والقتل، ناهيك عن التزويج القسري على مشرفين حوثيين في العديد من المناطق. تمثل النساء أكثر من 60% من مجموع النازحين داخليا وخارجيا وهن أكثر ضحايا الانتهاكات تشير بعض الإحصاءات التي تعرض التي تعرض أكثر من 20 ألف امرأة يمنية للانتهاك بأنواعها على يد ميليشيات الحوثي والغارات الخاطئة أو القصف المستمر للأحياء السكنية في مناطق المواجهات في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش ظروف وأحوال المرأة اليمنية وما طالها خلال ثلاث سنوات من الحرب وما الذي تم أو سيتم للحد من هذه الأضرار ودور الدولة والمنظمات المعنية في هذا السياق في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي سيكون معنا عبر السكايب من نيويورك الناشطة الحقوقية لطيفة علي وعبر السكايب أيضا من فيينا بالنمسا الناشطة الحقوقي توفيق الحميدي وستنضم إلينا هاتفيا الناشطة الصحفية نبيلة سعيد من إسطنبول قبل النقاش فاصل قصير حياكم الله مشاهدينا الكرام وابدا هذه الحلقه مع الاستاذة لطيفة علي من نيويورك مرحبا بك استاذة لطيفة استاذة لطيفة مساء الخير اهلا وسهلا اهلا بك مرحبا بك اهلا بك في البدايه استاذة لطيفة ثلاث سنوات من الحرب كيف تنظرين للانتهاكات نعم كيف تنظرين للانتهاكات التي تطال المراه اليمنيه من ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب حتى اليوم طبعا ثلاث سنوات من الحرب وانعكاسات الحرب هي ليست منصبة على المرأة بشكل خصوص إنما دفعت ثمن المجتمع ككل لكن كون المرأة وطبيعة كينونة المرأة العائلة الوحيد للأسرة والمتكفل بالأسرة فهي قد تدفع الثمن الأشد وطأة في المجتمع لو راجعنا بعض التقارير او الاحصائيات الامميه والتقارير التي نشات عنهم يقال ان هناك ثمانين او 81% من من السكان تحت خط الفقر. يقال ان هناك وهذا وهذه النسبه تعني ان 21 مليون نسمه تحت خط الفقر. ايضا هذه النسبه تعني ان 14 مليون يعانون من من او يرزحون تحت خط الفقر. او 14 مليون هم تحت انعدام الامن الغذائي. هذا كله ماذا يعني بالنسبه للمراه؟ كون المراه هي المعيل كما قلنا وكون المراه هي الـ 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 الدافع الاول لتكلفه الحرب لا شك ان هذه الارقام ستنعكس سلبا على المراه. آه انعدام الامان الصحي، انعدام المراه او شح المرافق وشح المعدات الطبيه، كل هذه الانعكاسات تدفع ثمنها المراه بشكل آخر أنا ايضا تقول المنظمات او التقارير المنظمات الدوليه ان 72 او 67% من النازحين هم من النساء بما معنى انه اكثر من النصف من النازحين هي آه هي المراه نعم. وبظروف وبظروف النزوح الذي نعرف جميعا ظروف النزوح اذا كانت اليمن تعتبر من اكثر الدول فقرا وتخلفا فيما قبل الحرب فما سيكون وضع المراه فيما بعد الحرب او المجتمع اليمني ككل نعم برايك معظم هذه الانتهاكات استاذه لطيفه من يرتكبها بحق النساء في اليمن لا شك انه معلوم للقاصي والداني حتى في المجتمع الغربي الذي يحابي الى حد ما المهلجات كاقليات دينيه، انه يعرف انه من إن اختطف الدوله وان وادخل البلد بعد ان كنا على وشك ان يكون لنا دستور أن يكون لنا دوله اختطف الدوله هم الحركه الحوثيه، الحركه العقائديه الدينيه المتطرفه التي جمع التي جمعت الى جانب وحشيتها بالسلاح الفكر العقائدي المفخخ بالعنصريه وال والتعالي والسلاليه اللي تعتقد انها صاحبه الحق الاول في حكم اليمنيين نعم نعم طيب استاذه لطيفه تابعنا في الفتره الاخيره ان مليشيه الحوثي مارست العديد من الانتهاكات ضد معارضيها سواء يعني خاصة على وجه التحديد النساء التي يذهبن لوقفات احتجاجيه سواء مع المعتقلين او مع الذين تطالهم الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي وشاهدنا العديد من المقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اظهرت سابقه ربما لاول مره في تاريخ اليمن ان يعتدي الرجل على المراه وميليشيا الحوثي اوغلت بهذه الانتهاكات، ما الذي جعل الميليشيا تتوحش بهذه الصوره في المجتمع اليمني؟ Uh... طبعا كون الميليشيا الحوثيه هي الذراع الاساسي للفكر الايراني، فاعتقد ان هذا فكر مستورد وهو دخيل عن اليمنيين. كون الان نعتقد أن, ان او كما نرى يرى اليمنيين ويرى العالم انها تستخدم المراه كعصا وحشيه لردع المتظاهرات، للاعتداء على المتظاهرات، لتوقيف المتظاهرات، هذه الظاهره لم تكن موجوده عند اليمنيين، بل كان العرف القبل يحمي حتى المراه من التعنيف كون هذا عرف عرف قائم من الاف السن عند اليمنيين الا ان هذه الميليشيا بالفكر المستورد اضافه الى فكرها العقائدي الذي في سياقه معادي لحقوق المراه فبالتالي هذا سياق طبيعي جدا ان تكون الميليشيا ضد حقوق المراه وبالتالي استخدامها كعصا وحشيه ضد المتظاهرات او توقيف المتظاهرات وفي التفتيش وفي التفتيش نحن نرى او او ظهرت العديد من التقارير سواء عبر المنظمات الحقوقيه المحليه او الدوليه ان المراه في نقاط التفتيش تعرضت للتحرش الجنسي وايضا هناك التقارير التي تقول انه في المناطق التي تخضع للحوثيين وفي خلال سجون تعرضت المراه للاغتصاب فهذه الجماعه قد فاقت وتجاوزت كل الاعراف الاعراف سواء القانون القانونيه الدوليه او الاعراف القبليه التي متعارف عليها في الوقت اليمني. نعم. الميليشيا ايضا عمدت في الفتره الاخيره استاذه لطيفه على تجنيد النساء وجعلت منهن العصا التي يعني تص يعني تصمت اي صوت يعارض لهم او لا يقف بجانبهم يعني مثل هكذا تحويل المراه بهذه الصوره الوحشيه واستخدامها في يعني تنفيذ اجندات طائفيه سياسيه عقائديه في المحافظات التي تخضع لسيطره الميليشيا الى اي مدى سيؤثر في المجتمع حاليا ومستقبلا هذا هو هذا هو اخطر ما يعاني منه المجتمع اليمني وهو هذا الفكر المفخخ يعني نتخيل ان نصف المجتمع اذا كان نصف المجتمع من النساء والمراه هي المعيل الاول والمراه هي المربي الاول هذا الفكر المفخخ بالكراهيه وبالحقد وبالعنصريه وبالسلاليه واعتبار ان خروج المراه وتفخيخ الاطفال وتجنيدهم في تحت السن القانوني لمحاربه المجتمع اليمني هذا الفكر اخطر ما نعاني منه الان سيكون المستقبل مفخخ بهذه بهذه النظريه السلاليه والتي ستربي والتي ستكون مناط بها هي المراه الذي تحت او المعتنقه لفكر الحوثي بالتالي نحن امام تفخيخ مستقبلي وتفخيخ على المستوى الحاضر نعم نعم ايضا هناك نقاط استاذه لطيفه غايه في الصعوبه يعني ايضا المراه اليمنيه حتى في المحافظات المحرره التي تخضع للحكومة الشرعية وباتت بعيدة عن سطوة الانقلابيين أيضاً تمارس انتهاكات ضد شاهدنا الوقفات الاحتجاجية في عدن في المكلا ويتعرضن النساء أيضاً في أبين النساء الذين يذهبن للبحث عن أبنائهن المخفيين قسراً في سجون الشرعية ممثلة في الجنوب والتي متحكمة بها لا شك دولة الإمارات العربية المتحدة يعني المرأة لم تسلم في مناطق الانقلابيين وفي مناطق الشرعية ألا يعني يعني تكون هناك كلمة يعني أخرى للمرأة اليمنية في هذه المناطق لا سيما والمنظمات تتواجد في هذه المناطق لا سيما وهناك أيضا صوت كبير يقف بجانبهم بعكس مناطق الانقلابيين للأسف الشديد أن مسار التحالف انحرف عن أهدافه الذي وجدت من أجلها عندما استعان الرئيس الشرعي للبلد بقوات التحالف لإنقاذ اليمنيين من الميليشيا كان الهدف إعادة الشرعية إلى البلد وكان هدف إنقاذ اليمنيين من براثين الفكر الحوثي لكن للأسف حدث انحراف في مسار التحالف ممثلة بدولة الإمارات التي أه كان وجودها اصبح لاكتساث حزب الاصلاح وبالتالي تمارس تحت هذا الاطار او تحت هذا اليافطه العريضه ال... ال... كل انواع الانتهاكات سواء فيما يخص المراه او سواء فيما يخص المجتمع اليمني ككل وبالتالي عن نحن في... في اطار او في كم... كمواطنين يمنيين ندعو الحكومه الشرعيه الى تعديل هذا المسار و... واستعاده سياده اليمن من ال... والتعامل باحترام ونديه مع... مع الشعب اليمني وقضاياه نعم طيب صدر لطيفة ابقي معي سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات التي يعني أخذنا عينة عن حالة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية منذ الانقلاب وحتى اليوم ومن ثم نكمل النقاش ابقوا معنا بالتأكيد المرأة اليمنية هي الأضعف في الحرب والأكثر تضرراً كونها تفقد زوجها كونها تفقد ابنها فتصبح هي يعني في واجهة الحرب في واجهة هي كذلك الضحية هي التي تعول الأسرة من بعد وفاة زوجها أو ابنها أو أي شخص يعولها المرأة اليمنية أصبحت مشردة من ناحية الحرب كذلك المرأة اليمنية اصبحت واجهت جميع الصعاب عن المراه اليمنيه هي الاكثر تضررا في الحرب والجانب الاضعف هي المراه اليمنيه لانها عانت عده نواحي، نواحي معنويه يعني من الناحيه المعنويه منها فقدت زوجها، فقدت العائله الوحيد، فقدت احد ابنائها في الحرب فمعاناتها بتستمر حتى وان توقفت الحرب فهي معاناتها مستمره بالاضافه الى اعباء في اعباء اقتصاديه زي الغاز زي الـ الـ اصبحت المراه الان تعتمد على الوسائل التقليديه عشان توفير لقمه عشان الطباخه وهذا الامور كمان آه بفقدانها عائلها آه أصبحت آه يعني آه يعني تدور مصدر يعني أو انتهى عندها مصدر الرزق سواء كان من زوجها أو ابنها، بالإضافة إلى المشا يعني المشاكل الاقتصادية في الحرب نفسها يعني، فالمرأة هي الجانب الأكثر تضرر والأضعف والى حد الآن بتعاني حتى اللي ما فقدتش حد من عائلها الموجود عندها القلق موجود عندها أعباء اقتصادية موجود عندها مشاكل كثيرة طبعا المرأة اليمنية أصبحت الآن هي العائلة الوحيدة للعائلة بسبب الظروف المع المعيشية في البلاد يعني هي التي فقدت ولدها فقدت عائلها الوحيدة إن كان زوجها فقدت أبوها فقدت أخوها في الحرب الحرب آآ يعني آآ سيئة لا, لا, ترحم أحد المرأة اليمنية الآن أصبحت يعني هي التي تبحث عن مصدر رزق أولادها تبحث عن مصدر رزق أسرتها هي الآن التي أصبحت تعيل هذه الأسرة وتحمل على كاهلها معاناة أطفالها وأخواتها وأولادها يعني من من كل الظروف. حياكم الله مشاهدينا الكرام إذا تابعنا هذه اللقاءات الميدانية وأخذنا عينة عن آراء النساء من الانتهاكات التي تطالهن منذ الحرب وحتى اليوم نرحب ب. ضيفي الآن من فيينا عبر السكايب أيضا الناشط الحقوقي الأستاذ توفيق الحميدي مرحبا بك أستاذ توفيق بداية أنت كيف تتابع الانتهاكات المستمرة التي تطال المرأة اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي وأيضا من أطراف أخرى من بداية الحرب حتى اليوم مساء الخير اخي الكريم لك ولضيفتك الكريمه الاستاذه لطيفه ولجميع مشاهدي قناه مساء النور حقيقه عانت المراه اليمنيه بسبب هذه الحرب معاناه مضاعفه طبعا هنالك تراكم ثقافي واجتماعي عمق وعزز هذه المعاناه لكن كنا نعتقد بان ثوره الحادي عشر من فبراير كسرت الكثير من الاطواق واستطاعت انها تضع للمراه مكانه متقدمه سواء على المستوى السياسي او على المستوى المشاركه في الفعل الاجتماعي وكان من ثمار هذا الانطلاق تتويج المراه اليمنيه بجائزه نوبل ممثله بالاستاذه توكل كرمان بهذا الصدد. جاءت الحرب ووضعت المراه في مازق. في مأزق حقيقي بحكم أنها الحلقة الأضعف وأكبرها على أن تتولى مجموعة من المسؤوليات التي لم تكن تتحملها سابقا عندما اعتقل زوجها عندما قتل زوجها عندما طرد زوجها تحولت المرأة هي التي تدير البيت هي الذي يجب أن تتولى شؤون البيت المعيشية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية وهو عبء ثقيل خاصة أنه جاء فجأة دون أي مقدمات أو استعدادات نفسية واجتماعية لهذا الصدد نحن حقيقة في منظمة سام نتابع الانتهاكات التي تطال هذه المرأة بقلق بالغ لأنه حقيقة الانتهاكات اليوم كسرت حتى الطوق الاجتماعي وأصبحت المرأة اليوم تستهدف بالقتل سواء بالقذائف العشوائية تستهدف أو تقتل بسبب طيران التحالف بسبب الألغام المزروعة أو حتى قنصا مع سبق الإصرار والترصد هناك اعتقال للنساء وهي ظاهرة لم تكن موجودة في من قبل هناك أيضا اقتحام ممتلكات المرأة النساء أو لبيوتهن دون أي اعتبار لحرمة المسكن هنالك اعتداءات لفظية هناك كل 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 هذه الانتهاكات طالت المراه سواء كانت المراه ربه بيت او كانت سياسيه او كانت ناشطه او كانت اعلاميه طالها هذه الانتهاكات بصوره او باخرى، نحن خلال العام 2017 رصدنا ما يقارب 500 حاله انتهاك طالت 577 حاله انتهاك طالت المراه، كان نصيب القتل منها 186 حاله قتل للنساء كان هنالك ما يقارب من 293 حالة إصابة للنساء كان هنالك 19 او اكثر من 19 اصابه للمراه بسبب الالغام كان هنالك بدات تبرز ظاهره جديده وهي عمليه أنا استطيع ان اقول عمليه او توحيش المراه بمعنى اليوم استخدام نساء مجندات يقمن بادوار وحشيه نعم للاعتقال للاعتداء وهذه الظاهرة خطيرة ومؤثرة على لا. مستقبل المرأة لا. سواء من جماعة الحوثي أو حتى بأطراف الشرعية الموجودة في عدن هنالك حالة رصد لقاتل والنساء كنا مشاركين فيها بصورة أو بأخرى وبالتالي أنا أعتقد وضع المرأة في اليمن محتاج إلى تركيز أكبر والوقوف أمامه بصورة لا. أكثر طبعا كل الأطراف انتهكت هذه المرأة أو الانتهاكات المتعلقة بالمرأة لكن أستاذ توفيق لا, وجه للمقارنة نعم. ستوفيق. الأخرى نعم. نعم. نعم ستوفيق ربما نعم. أستاذ لا وجه للمقارنة يعني بين الانتهاكات التي تطال المرأة في مناطق التي تخضع سيطرة ميليشيات الحوثي وايضا الاخرى التي تخضع في سلطه الشرعيه، صحيح هناك انتهاكات لكنها ربما نسبه بسيطه مقابل الانتهاكات الكبيره والمتواصله من قبل ميليشيات الحوثي. النقطه الاهم استاذ استاذ توفيق الان، ما الذي يجعل الميليشيا تجند نساء ويعني تعتدي على المراه المراه ايضا يعني من من الميليشيا انفسهم؟ ما هو الخوف الذي تشكل المرأة اليمنية في مناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي حتى يحدث هذا التخوف الكبير ومثل ما قلت يقوم على تجنيد نساء ويعني يمارسون ضدنا بهذه الطريقة الوحشية التي لم تكن موجودة في اليمن سابقاً أنا أعتقد أمرين اثنين أولا جماعة الحوثي تقرأ التاريخ السياسي اليمني القريب على الأقل جيدا المرأة كانت أحد العناصر الفاعلة في ثورة الحادي عشر من فبراير وكانت عامل مهم في إسقاط نظام الهالك علي عبد الله صالح وبالتالي جماعة الحوثي عندما اقتحمت العاصمة صنعاء سعت إلى تكميم كافة الأفواه، جميع الأفواه التي يمكن أن يصدر منها الخطر، قامت باعتقال الآلاف، وصل إلى 12 ألف، 13 ألف معتقل داخل السجون، وما زال العدد الأكبر إلى اليوم قابع داخل هذه السجون. الآلاف مؤلفة استطاعت أن تكبرهم على أن يتركوا العاصمة صنعاء إما نازحين داخل الوطن أو نازحين ولاجئين خارج الوطن أيضا قامت بعملية لا نستطيع لا نقول انتهاك للإعلام وإنما تجريف للقطاع الإعلامي بمعنى كان هنالك عملية نهب منظمة للإذاعات للقنوات للصحف لأدواتها التي يمكن أن تعمل بها وبالتالي بحيث يخلو لها الساحة تماما تسيطر سيطرة تامة الامر الذي اقلق هذه الجماعه ظهور فعل مدني وعنوان مدني للنضال ممثل هذا النضال برابطه امهات المعتقل المعتقلين بدأت هذه الرابطات يعني تحدث حراك وصدى وتتوسع على مستوى المحافظات اليمنيه في مأرب في تعز في عدن في الحديده الى غير ذلك وبالتالي هذه الجماعه جماعه الحوثي اصبحت امام ظاهره جديده ومقلقه فهي تريد من ناحيه انها لا تخرج عن العادات والتقاليد وان ارادت ان تقول للعالم بانها تحافظ على العادات والتقاليد اليمنيه قامت بانشاء ما تسمى بظاهره الزينبيات ظاهره الزينبيات هي محاوله للتماشى مع العادات والتقاليد اليمنيه بحيث ان الرجل لا يتدخل او لا يعتدي او لا يصطدم مع المراه لكن في نفس الوقت ظاهره متوحشه المراه اليوم تتوحش على المراه، راينا في مسيرات التي خرجنا فيها نساء المؤتمر الشعبي العام سواء بذكرى علي عبد الله ميلاد الرئيس الملك علي عبد الله صالح او مطالبه بجثار وتم اعتداء وحشي من قبل نعم. هذه الاسرى. نعم. طبعا رابطه الامهات سابقا تم الاعتداء عليهن عن طريق القوات بصوره او باخرى، وبالتالي المراه اليوم اصبحت مقلقه، اليوم وسائل الاعلام تنقل الوقفات في صنعاء، تنقل الوقفات في عدد اصبحت المراه فعل حقيقي ومؤثر وقادر على التاثير وبالتالي هذا هذا القلق هو الذي دفع الجماعات لانشاء ما تستطيع نعم. ان تسميه طيب. تجنيد المراه واستخدامها لوسائل عنفيه نعم. غير لائق. نعم. طيب استاذ توفيق اعود ايضا للاستاذه لطيفه علي، استاذه لطيفه علي كان لصوت المراه قيمه عندما تستنجد او عندما يعني يعني من العادات والتقاليد في اليمن المراه عندما يعني تحرق خمارها او تقص ضبيره شعرها او تتوسل او تنادي يعني يهتز المجتمع اليمني ويعني يقوم بنجدة هذه المراه والوقوف معها ومساندتها في الفتره الاخيره رغم عشرات المناشدات عشرات النساء التي أحرقنا يعني خمارهن والتي يعني ضفائر شعرهن منادات كثيرة نساء كبيرة في السن أزواج المعتقلين أخوانهم عائلتهم كل هذه المناشدات وكل هذه القيم التي كانت متأصلة ومتجذرة في اليمن وصلت أمام ميليشيا الحوثي وتلاشت ولم يعد لها أي تأثير لدى الميليشيا ما هي الأسباب برأيك؟ طبعا لكل حرب افرازات وانعكاسات وتداعيات ونتائج اعتقد انه من ضمن افرازات الحرب على على مستوى الوطن ككل هي هذه الظاهره نجد مثلا ان البذاءه في التعامل مع المراه سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او او في اختراق الرجل في نظرته للمراه اصبح امر مدهش يعني ومثير الانتباه ويحتاج الى دراسه يعني انحدار المجتمع اليمني الان انه هذه الهاله التي كانت والقدسيه التي كانت تمتلكها المراه كانت خاصيه في المجتمع اليمني لا غير حتى اننا في الغرب يعني كان مختلف الجاليات كانت تنظر ان اليمن يميز بهذه الصفه للاسف الشديد ان كانت هذه احد افرازات الحرب الا انها بالتاكيد هي احد افرازات الفكر الحوثي المتوحش الذي اتى باختراقات كثيره للحياه اليمنيه. اسباب الاسباب متعدده وكثيره لكن نستطيع ان نقول انه عندما وصلت الوحشيه بالحوثيين الى استخدام النساء الى انتهاك النساء كانه نوع من التطبيع للحياه كانه نوع من التطبيع لسوء الاخلاق الذي هو موجود. آه بالتالي كل الافرازات وكل النتائج الان التي موجوده هي نتاج مباشر لاختطاف الدوله من قبل الحوثي ولتوغل هذا الفكر نعم. العجيب الهمجي الذي آه بكل ما فيه هو لا ينتمي الى اليمنيين نعم. آه نعم. بالتاكيد أستاذة لطيفه لكن حتى لا نعمم للانصاف يعني نحن هذه السلوكيات هي خاصه بمليشيات الحوثي لكن المجتمع اليمني لا زال يعني يقدر المراه اليمنيه ولا زال يقف عند اي استنجاده من المراه او اي صرخه او اي مناداه للمراه اليمنيه بمختلف الاماكن لكن ربما هذه هي حاله نادره وخاصه بالميليشيا التي ربما تتنافى قيمها وسلوكياتها مع المجتمع اليمني أه الاستاذ توفيق ذكر ايضا نقطه في غايه الاهميه استاذ لطيفه انه آه ثوره 2011 احدثت ثوره كبيره في آه يعني حقوق المراه اليمنيه في مشاركتها هل هذه الحقوق وهذا الحضور الكبير التي كان قد تحقق للمراه اليمنيه يعني حصل له آه من قبل ميليشيات الحوثي واد انجاز التعبير أولاً يعني كما ذكرت سابقاً أن التقارير الأممية تقول أن المرأة اليمنيه تحتل المركز الأخير عالمياً بالنسبة في الحقوق. هذا فيما قبل الحرب، فتخيل ما بعد الحرب كيف سيكون الحال. بالنسبة لكون أن المرأة يعني في 2011 على مستوى الوطن العربي وفي اليمن خاصة، كنا وأنا نعتقدها فيما قبل حتى في مؤتمر الحوار، كانت المرأة قد حصلت على نسبة معينة في التمثيل. المراه التي شاركت في كما ذكر الاخ توفيق في الثوره وكانت انطلاقه الثوره وكانت للاخت توكل كرمان اليد الطولة في 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 ثوره 2011 بالتالي كانت انطلاقه لمسيره نضال طويله بالنسبه للمراه للاسف الشديد انه في سياق الفكره الحوثي انها المراه رجعت قرون الى الى الخلف تماما سواء فيما يتعلق بحقوق المراه بشكل خاص او فيما يتعلق بالمجتمع اليمني ككل لقد اعادتنا هذه الجماعه الى 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 قرون سابقه تماما، وننظر هذا على المستوى الاقتصادي، المراه اليمنيه الان سواء كان يجب ان تتقدم وان تكون في الجامعات ويجب ان تكون في مستوى من الانجاز العلمي، لكن المراه الان في طوابير الغاز، المراه الان بدل ان تبحث او تبحث في في التطور العلمي، المراه الان للاسف الشديد امام طوابير الغاز في صنعاء وفي المناطق وفي مناطق تحت سيطره الحوثيين. المرأة عادلة التحطيب يعني تخيل أنه نحن في القرن الحادي العشرين في أي ركن قصي في العالم إذا سمع إذا سمعت العالم أننا ماز أن هناك امرأة تقف في طوابير الغاز أو تقف في ساعات طويلة آه لمجرد أن تجد التدفئه أو تجد ما ما لأولادها هذه كارثة آه حوثية بحتة خاصية بالفكر الحوثي آه أنتجتها آه بحكم اقتطاف الدولة وكانت قد خرجت لمحاربة الفساد الذي تحت عبارة حرب فساد وانظر أن أصبحنا الآن تحت ثلاث سنوات حرب نعم أستاذ توفيق الحميدي تقييم يعني صمود المرأة اليمنية وتحملها كل هذه الأعباء فهي أم المعتقل وهي أم الشهيد وهي زوجة الشهيد أو الجريح تحملت اعباء كثيره منذ بدايه الحرب خاصه الذين يعني تعرضنا للنزوح خارج يعني مدنهم او قراهم هذه كلها الحاله حاله الصمود الكبيره التي اثبتتها المراه اليمنيه الى اي مدى يمكن ان تستمر بهذا الشكل لا سيما في ظل ثلاث سنوات من الحرب الاعباء زادت الخدمات تدهورت الصحه تدهورت المراه اليمنيه الى متى ستصمد وتتحمل كل هذه الاعباء؟ انا اعتقد ان المراه ستصمد حتى يتحقق الحلم، اليوم كثير اليوم اليمنيين الذين يناظرون في وهاد شتى يستمدون كثير من معنوياتهم العاليه من هذه المراه. الذي يدخل اليوم في تفاصيل الحياه اليوميه، انا دائما اقول بان هنالك جانب لا ترصده الكاميرا ولا تحتويه التقارير ولا البيانات الدوليه، نحن في تقريرنا الذي سنصدره باذن الله خلال شهر ابريل عن عام 2017 وصلنا الى نقطه اننا لم نستطع ان نكتب شيء، لم نستطع ان نحرر شيء، بمعنى ان هنالك حالات متعلقه بالمراه كتبناها كما كتبت كما أتت إلينا لسبب بسيط لأننا وجدنا أن كل حرف معاناة كل كلمة ثورة حقيقة كل قصة تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتحدث عنه عشرة تقارير وبالتالي أنا أعتقد اليوم المرأة نضجت استوعبت تماما الحالة اليمنية واستطاعت أن تستوعب مخاطر الحالة اليمنية وأصبحت اليوم تدرك تماما وترنو تماما للمستقبل الذي تأمله لها ولولدها ولزوجها ولقريبها وبالتالي انا اعتقد اليوم اقول لا خوف على المراه ستصمد هذا واقع انا لا اتحدث بلغه عاطفيه انا اتحدث بلغه واقعيه اليوم المراه اليمنيه اكبر مما نتصور نعم تعاني ست يعني ستخرج في طوابير الغاز من اجل ان تحصل على الغاز لكنها لن تتنازل عن فكره ستصبر على ولدها الشهيد الذي يقتل في المعركه ومستعده ان تاتي بالولد الاخر ستصمد على غياب الزوج ومستعده ان تربي ابنائها على اقتحام الحياه اليوم اليوم الازمه اليمنيه اصبحت تصنع مرأة بكاريزميه مختلفه تماما عن مرأة ما قبل حتى ما قبل فبراير واعتقدت المراه ستنضب واستطاعت اليوم ان تخط مستقبلها بدون اي مزايدات وبدون اي انتقاص من احد او 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 تفلسف او تنظير اخر. نعم. طيب هذا الحاله من الصمود التي ذكرتها استاذ توفيق للمراه اليمنيه امام كل هذه المشاكل، ايضا على الجانب الاخر الحاله المتوحشه التي انتجتها ميليشيات الحوثي والتي عملت معسكرات بما يسمى بالزينبيات وتعلمهن على الانتهاكات والعنف واستخدام القوه ضد اي صوت معارض. مستقبلا الى اي مدى يمكن ان يعني هذه الحالتين أن يعني او بمعنى اخر ما هي الحالة التي ستطغى على الحالة الاخرى طبعا الحاله حاله الحرب الاستثنائيه ستكون مؤلمه ستبرز ستبرز نتوءات هذا بلا شك على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري وهذا امر طبيعي لكن هذا سيثقل او او سيعقد معركه الوعي المستقبليه بمعنى ان اليوم المعركه لا تنتهي اليوم بحسم سياسي او بحسم عسكري وانتهى الامر نحن نرصد اليوم في في قرى داخل محافظه تعز مثل مناطق موزع والمناطق التي تميل الى جهه الساحل هنالك عمليات منظمه من بعض النساء اللاتي ينتمين لجماعه الحوثي يقومن بالدخول البيوت بيتا بيتا من اجل زراعه الفكر الحوثي من اجل اقناعهن بارسال اولادهن الى الى الجبهات طبعا هذه ستحتاج منا الى معركه وعي كبيره وللاسف الشديد اليوم هنالك استهداف حتى للوعي استهداف للرموز اليوم المشايخ في عدن في تعز المثقفين المفكرين وبالتالي هذا التوحش الذي تصنعه جماعة الحوثي أنا أعتقد ولن يقف عائقا بقدر ما سيعقد المعركة المستقبلية معركة إعادة الإنسان اليمني إلى حالة الطبيعية الأمر هذا بقدر ما ينطبق على المرأة أيضا هو ينطبق على الأطفال الذين تشوهت عقولهم ونفوسهم وطموحاتهم بسبب هذه الحرب كذلك تنطبق على الرجال، هنالك معركه وعي معقده تدار على كافه الجبهات في مناهج التعليم، في المدارس، في الثقافه، في الاعلام الى غير ذلك والمراه احد عناوين هذا هذا الصراع الكبير الذي يريد جماعه الحوثي من خلاله تنميط الحياه اليمنيه في اتجاه واحد. نعم. طيب استاذ توفيق وايضا الاستاذه لطيفه علي ابقوا معي سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه عن الانتهاكات التي تطال المراه اليمنيه وايضا حاله الصمود التي اظهرتها المراه اليمنيه امام كل هذه المشاكل والانتهاكات التي تطالها منذ بدايه الحرب حتى اليوم على مدى ثلاث سنوات، نتابع هذا الماده حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد وعوده الى نيويورك عبر السكاي مع الاستاذه لطيفه علي الاستاذه لطيفه في محورنا الاخير كيف يمكن دعم المراه اليمنيه كيف يمكن حفظ الحقوق للمراه اليمنيه وايقاف حاله التجريف لكل الحقوق وايضا مضاعفه الانتهاكات ضد المراه في اليمن أريد أن أكد على فكرة الأخ توفيق بالنسبة لصمود المرأة بعيدا عن الوعي الثوري بعيدا عن فكرة الثورة والنضال والثوري لا خيار أمام المرأة المرأة اليمنية الآن إلا الصمود ومواجهة هذا الطغيان الحوثي ومواجهة تجريف الحياة هذا هو قانون البقاء قانون البقاء بالنسبة للمرأة هو الصمود في هذه المناطق هو رعاية الأسرة، هو التكاتف وإيجاد سبل العيش، يعني المخارج التي أوجدتها المرأة في ظل هذه الظروف سواء الصحية، نعرف أن أن كمية أو سوء التغذية، الحوامل الذي أنتجت أجنة مشوهين نتيجة سوء التغذية، كل هذه أنتجت امراة كما قال الأخ من جريف أن أنتجت صمود يكاد يكون أسطوري في ظل ظروف سيئة وبالغة السوء كيف تصان حقوق المرأة؟ لا سبيل لهذه إلا بوجود دولة ذات قوانين إلا بوجود إلا باستعادة الدولة عبر وجود الدولة المحترمة الديمقراطية التي حقوق أو أبناء في هذا السبيل سنستطيع أن نتخاطب مع العالم سنستطيع أن نرسل قضايانا حتى ونحن في في مقاومة الحوثيين وفي حرب مع الحوثيين في وجود الدولة عندما تعود الدولة ممثلة بالرئيس الشرعي وحكومة إلى المناطق المحررة والتعامل مع قضية مع قضية اليمن ومع حرب اليمن كقضية وطنية آه بحاجة إلى التفاف الحواضن الشعبية إلى جانب الجانب الرسمي الحكومي كل هذا سيكون كاف سواء بالنسبة للمرأة لاستعادة حقوقها أو بالنسبة للرجل، إذا نحن بحاجة إلى استعادة الدولة اليمنية حتى في صورتها المرتهلة أو الصورة الأضعف فيها أن تعود الحكومة إلى داخل إلى داخل الوطن وتشكل حاضنة وتشكل سياج وطني يعيد الى اليمن سيادتها وسحب القرار السيادي داخل اليمن، المراه هي جزء من المجتمع اليمني، قضية ليست ليست منفصله عن معاناه عن معاناه اليمني ككل وان كانت كما نقول هي الاضعف الا اننا بحاجه ونؤكد بحاجه الى استعاده الدوله اليمنيه وان كان بشكل اضعف عبر رجوع الحكومه واكررها عبر رجوع الحكومه الى المناطق المحرره من اجل استعاده سواء حق المراه او الرجل او المجتمع اليمني من بين براثن هذه الجماعه الميليشيه المتوحشه. نعم <applause> أستاذ توفيق من خلال قربك من المنظمات الدولية التي والمعنية بحقوق الإنسان نظرتها العامة عن المرأة اليمنية بعد ثلاث سنوات من الحرب تقييمها للانتهاكات مقدار اهتمامها بالحد من هذه الانتهاكات طبعا صوره المراه اليمنيه في الخارج صوره ايجابيه على المستوى العام خاصه كما ذكرنا منذ فبراير الى اليوم خاصه المنظمات والناشطين المهتمين بالشان اليمني مع ادراكهم كثيرا للظروف الاجتماعيه والسياسيه التي تحيط بهذه المراه والحقل الذي تتحرك فيه. طبعا قضية المرأة بالنسبة للمنظمات الحقوقية بالذات هي لديها زاوية خاصة واهتمام خاص حكم الاتفاقية الخاصة بالمرأة هي والأطفال وبالتالي من خلال تواصلنا سواء مع لجان أممية أو مع منظمات حقوقية دائما تجد أن للمرأة اهتمام خاص وخطاب خاص بضرورة تجنيب المرأة هذه الانتهاكات لابد من توفير حمايه خاصه للمراه بشكل خاص، انا اعتقد اليوم هنالك دور كبير على المنظمات سواء المحليه او حتى الحركه السياسيه اليمنيه او حتى الناشطين باظهار المعاناه نستطيع ان نقول الغير مرئيه، يعني قصه اليوم عندما على سبيل المثال عندما تجد في احد مخيمات النازحين على سبيل المثال امراه تضع جنينها يظل في العراء الى الصباح لا يجدون ما يكسون به هذا الرضيع او حتى ما يذهبون به الى المستشفيات هذا الجانب البسيط الجانب الانساني المتناثر هنا وهناك يجب ان يبرز على حقيقته كما هو للعالم المراه اليمنيه يجب ان تظهر معاناتها بأجل أن تتحرك المياه بصورة أكبر أعتقد المجتمع الغربي يتعاطف بصورة كبيرة مع المرأة ويتعاطف بصورة كبيرة مع الطفل وبالتالي هنالك أنا لا أريد أن أحول قضايا المرأة إلى قضايا رقمية فقط قتلت امرأة أصيبت امرأة اعتقلت امرأة وهذا أمر مهم نعم. لكن الجانب الإنساني الجانب المؤلم الجانب الموجع يجب أن يظهر للعالم خاصة ما يتعلق بالجوانب النفسية للمرأة نعم طيب استاذه لطيفه علي امام يعني كل هذه الانتهاكات التي تطال المراه اليمنيه ونحن في محورنا الاخير برايك ما هي الحاله التي او الظاهر او السند الذي تبقى للمراه اليمنيه وربما يشكل حاله من الاسناد حاله من الدعم حاله من عدم الخوف من كل هذه المشاكل والانتهاكات التي تحيط بها في ظل الحرب والازمه القائمه في اليمن كما ذكرت سابقا الخيار الخيار الحياه خيار البقاء هو ما ما تتمسك به المراه او الرجل في داخل اليمن هذا الحق في البقاء الذي والغريزه والغريزه الامومه والغريزه المراه بشكل عام هي ما تدفعها الى الى ايجاد سند سند نفسي ومما يساعد على انها على قدر اكبر من الصمود على قدر على قدر اكبر لمواجهه الصعوبات التي تنتجها الحرب كما نعرف ان الانتهاك الاساسي الذي يعتقد انه المراه تعاني هو انتهاك صميمي هو الانتهاك النفسي الذي تفرزه الحرب تفرزه الحرب تفرزه الحاجه الاقتصاديه تفرزه الحاجه الطبيه كل هذه تجعل من خيار البقاء واختراع ووسائل وتشكيل سبع معينة للبقاء على قيد الحياة ونوع من الحياة الكريمة نسبيا هذا هو الإسناد الحقيقي إلى جانب أن المجتمع اليمني يجب أن يقوم بدوره سواء كان الأخ أو الأب في إسناد المرأة في في مواجهه صعوبات الحرب اضافه الى كما نقول أن الان هناك دور كما كما تكرر الاخ أنه يجب ان يكون هناك اشعال نعم. لقضيه المراه وجودها تحت طايلة الحرب عبر المنظمات الدوليه عبر اسناد الملف الحقوقي عالميا سواء في نعم. المنظمات والتسليط الضوء على هذه القضيه بشكل اكثر انسانيه ليس ارقميا كما قال ولكن فعلا نعم, نعم. طيب استاذه لطيفه عوده اخيره ايضا للاستاذ توفيق الحميدي، استاذ توفيق الحميدي الان الكلمه الاخيره يعني التي تراها ربما هي الاهم وتريد ايصالها للمراه اليمنيه في ظل كل هذه الظلم المعتمه التي تحيط بها على مدار ثلاث سنوات من الحرب. لا الرسالة الأولى يجب أن تصل للحوثيين والمنتهكين بشكل واضح أنا أعتقد اليوم على جماعة الحوثي التي عاشت ردح من الزمن اللي كان هي جزء من المجتمع اليمني عرفت تقاليد هذا المجتمع عرفت ثقافة هذا المجتمع تعامل مع المرأة اليمنية كأخت كأم كزوجة ك طالب لديه في المدرسه كاستاذ لديه في المدرسه هؤلاء الناس يجب ان يراجعوا حساباتهم السياسيه والفكريه والعقائديه ويحتكموا الى الجانب الانساني انا اعتقد ان الجانب الانساني اليوم نحن الذي ما نحتاج اليه بالدرجه الاولى انا اعتقد ان ان هذه الجماعه اذا اذا فكرت بمصير من يعولون من النساء والأطفال لأنها الحرب بالنهاية مجنونة وبالتالي من ينتهك نعم. أقاربهم لن يتركوا الطرف الآخر هذه حرب وبالتالي عليهم من يحكموا العقل المرأة الأمر الثاني على المرأة اليمنية الرسالة التي وجهنا وحي في النهاية صمودها وأقدم تعازية الحارة لكل أم ولكل أخت ولكل زوجة ولكل بنت فقدت عائلة إما موتا أو اعتقالا أو إصابة أو يعني وقفت في وجهها شكرا. ظروف الحياة أنا أعتقد أن الأزمة اليمنية ستمر وستكون يجب أن تتمسك بحقوقها كاملة بكرامتها كاملة شكرا لك. مهما كانت قسوة هذه الحرب لأنها ستنتصر في النهاية شكرا جزيلا لك الاستاذ توفيق الحميدي الناشطه الحقوقي كنت معنا من فيينا والشكر ايضا للاستاذه لطيفه علي الناشطه السياسيه كانت معنا من نيويورك مشاهدينا الكرام يبقى لنا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقه في صفحه البرنامج على الفيسبوك ونقرا بعض من هذه التعليقات صديق البرنامج الاخ عبد السلام وهيب يعلق بالقول عندما نتكلم عن المراه في اليمن نتكلم عن وطن بل وعالم انظر في الماضي كيف كان دورها في كل مناحي الحياه في الدوله ومع مجيء هذه الحرب القذره اصبحت المراه في اليمن كانها سلعه تباع وتشترى واصبحت تدفع هي الثمن. حربا ابكت جميع امهات الوطن واصبح لا دور لها. آه الاخ معامل ستايلز. نعم في من تفقد الاب والابن والاخ والزوج وهي من يضع من يضيع عمرها وقوتها وروحها ومعنوياتها في طوابير الماء وطوابير الغاز وطوابير وطوابير تخسر كل شيء لتتحول الى جثه بلا روح. راي اخر اذا نختم بهذا الراي ونقول مشاهدينا الكرام قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من بين قوسين. شكرا لضيوفي في هذه الحلقه كان معنا الناشطه الحقوقيه لطيفه علي من نيويورك وايضا الناشط الحقوقي توفيق الحميدي والشكر ايضا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه تقبلوا في ختام هذه الحلقه تحية معد هذه الحلقه الزميل ودي عطاء وكذلك في التنسيق الزميله الهام عامر كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى نلتقى بحلقه جديده من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان حفظكم الله الوطن